ترون هذه الاستراتيجية يعني ملائمة منظومة الصحية مع الحاجيات المتجددة الملحة لمواطنينا، وكذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إدراجها في مخطط الصحة 2025؟ هذه المناظرة اليوم ديال تمويل القطاع الصحي داخلة في واحد المراجعات اللي كتتم ديال مجموع ديال المنظومة الصحية ديالنا. احنا عارفين بأن المواطنين كيعانيوا فيها، عندنا إشكالات، عندنا خصائص، ولكن هذا الشيء باش يتعالج راه خصو يتعالج بواحد المنظور استراتيجي باش نديروا اصلاحات عميقه، ماشي اصلاحات ترقيعيه اللي كل مره غير كنعالجوا شي حاجه. علاش اليوم كنهضروا على تمويل القطاع الصحي؟ حنا باقي التمويل ديال القطاع الصحي عندنا ضعيف، وباقي المواطن كيتحمل حوالي اكثر من 50% من التمويل. فلذلك اشنو هي الاليات اللي خصنا نديروا باش نطوروا التمويل الصحي عن طريق اليات مبتكره؟ كيفاش يمكن نسعوا التغطيه الصحيه بالنسبه للمهن الحره والمستقلين غير الاجراء، وخصوصا ان عندنا المهن الحره كثيره، عندنا 4.5 مليون تقريبا ديال المهنيين اللي ما كيتمتعوش بالتغطيه الصحيه. غادي ننطلقوا ان شاء الله في الشهر وفي الشهر المقبل باش ندخلوا الفئات الاولى، وشويه بشويه يدخلوا تندخلوا هادو، لان هذا هو اقصر طريق باش يمكن التغطية الصحية تمكن المواطن باش يكون عنده واحد المورد ديال التمويل من قبل هذه المنظومة الصحية. إذا اليوم هذه المناظرة كتهدف باش يكون عملية التفكير في هذا التمويل. بغينا احنا في السنوات المقبلة نطوروا الخدمات الصحية، تكون فيها خدمات ذات جودة، خدمات قريبة من المواطنات والمواطنين، خدمات أيضا كتطور مع التطور التكنولوجي والعلمي اللي كاين في الصحة اللي هو كبير ومكلف جدا. بطبيعة الحال هناك على الطاولة إصلاح النظام ديال الرميد، وهذا الإصلاح ديالو في عدد من الجوانب. فيه أولا يكون عندنا واحد الهيئة مدبرة، لأن دابا وزارة الصحة كتنفق وفي نفس الوقت هي اللي كتشرف اللي كدير الخدمات. هاد الخلط بين الممول وبين اللي كيعطي الخدمات خصنا نفرقوا بيناتهم باش يمكن يكون الترشيد ديال اسمو ديال هذه المنظومه ديال الرميد. ولكن ايضا انتم عارفين عندنا المشروع ديال الخاص بالاستهداف اللي هو السجل الاجتماعي الموحد، اللي هو غادي يمكننا باش الخدمات الاجتماعيه وفي مقدمتها الرميد تمشي المستحقين فعلا، وهذا يطور هذه الخدمات الاجتماعيه. شكرا. شكرا. لا 2019 غادي نبداو في الاخر 2019، بدايه 2020 غير التطبيق النموذجي في جهه الرباط القنيطره، قبل حتى ندوزو التطبيق النموذجي ونعرفوا واش خدام مزيان، شنو هي الاختلالات اللي فيه، لانه هو نظام معلوماتي فيه بزاف ديال التقنيات اللي غيواكبوا خبراء، وبعدها غادي نعموه ان شاء الله من بعد. المساله ديال التمويل اساسيه في هذه الحكمه، مرتبطه كذلك بالهدف ديال الوصول الى تغطيه صحيه شاملة. والتغطية الصحية الشاملة تقتضي أن يكون هناك حماية مالية متوفرة، يعني لا ترهن الإمكانيات الذاتية ديال المواطن، حيث اليوم إلا خدينا النفقات الإجمالية في الصحة اللي وصلت ل 65 مليار ديال الدرهم، واللي كتشكل 6% من الناتج الداخلي الخام، راه ما ينفقه المواطن يفوق 50%. ما تبقى يأتي من تمويلات الدولة عبر ميزانية وزارة الصحة، ومن تمويلات صناديق ديال التغطية الصحية الأساسية. فلا يمكن يعني أن نقبل ذلك، حيث أنه الطلبات والحاجيات ستستمر، وعلينا أن نعكس هذا المنحة، أن نذهب في اتجاه 25%، وبالتالي الحماية المالية للمواطن أساسية. تأتي بالتوسيع ديال التغطية الصحية الأساسية، هذا المشروع ديال المستقلين، تأتي كذلك بإعادة النظر في الاتفاقيات الوطنية، حيث اليوم الباقي أداؤه في القطاع الخاص اليوم مرتفع بالنسبة للمواطن. خصنا كذلك نشوف كيفاش يمكننا نقلصوا من هذا الباقي يعني أداؤه. دونك جو فيان دابور partager l'expérience du Sénégal dans ce processus qui est en cours de financement de la santé. Je pense que tous nos pays en ce moment sont dans cette réflexion de comment financer de la santé, parce que nous avons tous compris que la santé est un investissement pour le développement. Donc investir dans la santé est devenu prioritaire pour nos pays. Le Maroc a certainement un système de santé plus évolué qu'au Sénégal. Parce qu'au Sénégal,
malheureusement, la santé est encore soutenue par les ménages. Actuellement au Sénégal, quelle est la maladie qui préoccupe le plus? En fait, c'est les maladies transmissibles. Le paludisme, la tuberculose, le VIH, sida. Mais on voit de plus en plus les maladies non transmissibles. Aujourd'hui, un tiers de la population adulte, par exemple, a ou bien une hypercholestérolémie ou bien l'HTA. Et c'est des maladies chroniques qui sont pas... Et la moitié de ces personnes ne sont pas dépistées.